مواعيد رياضية. السلام عليكم مستمعينا الكرام. نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وفريق ريال مدريد، لقاء الإياب بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل هدف في كل شبكة بين الفريقين. اللقاء ينتظره عشاق كرة القدم بكل شغف، لقاء كبير أو بما اعتبره الكل نهائي قبل الأوان. اللقاء سيدور يوم الأربعاء ابتداء من الساعة 8 ليلا بالتوقيت المغربي والتونسي والجزائري. صراحة لقاء قوي جداً.